لا شيء يفصل بين الفضائين الإسلامي والروسي، بل إن مناطق التداخل الجغرافي والتاريخي والثقافي بينهما متشابكة إلى حد يصعب معه أن ترسم حدوده بدقة. لكن مع هذا يظل السؤال، لماذا كانت هناك على الدوام حواجز وقلة اندماج وتفهم عن بعد وصور متخيلة غير دقيقة بين الجانبين عن الشرق الأسطوري الخرافي المترع بقصص الصحراء والسحر والعجائب، وعن روسيا الجليدية الخالية من أي روح؟ كيف تسنى لأمتين عظيمتين متجاورتين أن تعيش غربة الفهم للآخر وتنظر لبعضهما للأسف بالعين الكولونيالية الغربية التي اختزلت العرب والمسلمين في القسوة والخشونة والإرهاب والتخلف، واختزلت الروس في البرودة والانكفاء وغموض العزلة. وسؤال التالي الملحق، ماذا فعلنا نحن كعرب ومسلمين من جهة وكروس من جهة أخرى لننفض غبار هذه الغربة الإنسانية بيننا، وهي بالمناسبة غربة افتراضية وغير حقيقية. غير حقيقية لأننا كأبناء الحضارة العربية الإسلامية وبرغم كل شيء ما زال في وعينا الجمعي القبسات القرآنية عند بوشكين وشهرزاد عند كورساكوف والحاج مراد عند تولستوي وآلاف الثيمات الإسلامية والعربية والإنسانية عموما في التراث الثقافي الروسي.